الله تم بعون الله هذه السيارة تم إنجازه بمدة شهرين تمام. وطبعا ركبنا عليه ماكينة 3 بستون، وهذه عبارة عن الاسم الشكل الرياضية، ونحن زدنا إضافة 2 كراسي تكون عائلية. وإن شاء الله بإذن الله نتمنى من المنظمات، من الشركات، من الدولة أن تتبنى هذا المشروع، حسب أن الظروف المادية صعبة أني أواصل بهذا المنتج، وخلوا المنتج هذا يعني يستفيد منه المواطن، يستفيد منه البلاد هذه، لأن على حسب إمكانيتي الله أنجزت هذا النموذج، بحيث أن أوصل لهم أني عندي أفكار، عندي طموحات، عندي شغف بالتصنيع هذه. وهذه الفكرة أجدت يعني منذ مشاهدتي للقنوات التواصل الاجتماعية أن بسعر تكلفتها براعة هذه السيارة، حاولت أني أعمل نفس الفكرة قدر الإمكانيات وقدر المواد المعنية والمعدات. بس إذا توفرت المعدات، توفرت الأدوات، توفر المكان العمل، عندي شغف بالتصنيع هذا أني ممكن أعمل خط إنتاج ونخفف من البطالات الشباب، أنه يعني نعمل لهم مصنع، نصنع مثل ما هذه المنتجات. هذه ليست صعبة، مثل ما أخذت مني لفترة شهرين ممكن أنا أصنع هذه خلال أسبوع إذا توفرت المكاين اللي هي تتعامل بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هذا ممكن تدخل القياسات حق هذه الموديل السيارة وهي تنتج لك الآن، مثل ما مصانع البقية بقية الشعوب يعني يشلوا ماكينة، يشلوا السبيت من شركة ويشلوا ويتم تجميعها زي بقية البلدان. يعني مصر تشل نفس الفكرة من الصين، تأخذ قطع غيار سيارات وهذا، وتمت تدريب شباب وأنتجوا سيارات في بلدهم أصبحت بلد منتجة. ونحن الآن نعاني من هذه المشكلة على حسب ظروف وضع البلاد هذه، يعني أننا نحاول على قدر الإمكانيات أن نخرج بشكل ملفت. والحمد لله التصميم هذا عقب الشارع اليمني، نزلت في قمة التجربة الآن، يعني لما بإذن الله في خلال الأسبوعين القادمين سيتم التجربة فيها وسيتم الإشهار بها، يعني بحيث أنها السيارة هذه يعني تصرف بنزين ما تصرف. أنا على ما وجه نظري أني أشوفها ماكينة 3 بستون 800 سي سي، تعتبر أصغر ماكينة سيارات، لأن أخذت هذه السيارة والماكينة هذه المواصفات بسبب قطع غيارة تكون رخيصة ومتوفرة بسوق، يعني بحيث أن قطع الغيار تكون متوفرة، وهذا من أهم أسباب التصنيع، وتكون سعر التكلفة أقل. يعني أنا أقول من هنا إذا أتوجد المصنع مع المواد في حالة التمويل للمشروع هذا يصبح بأرخص الأسعار. عندنا شغف بالتصنيع بإذن الله، وإذا ما واجهناش المستثمرين ولا من الدولة سنواصل مشروعنا بأقل الإمكانيات، وممكن يعني حتى لو تأخرت الخط الإنتاج وهذا، بس إن عندنا إصرار. طبعا الإمكانيات المطلوبة الآن اللي هو أنا أنظر لهذه المنتج إنه تكون عندك مكبس CNC رقمي، بحيث انه يتواكب مع المصانع الحديثه الان، ممكن تدخل الرسمه حقك بالكمبيوتر، لانه معي رسومات وقياسات هندسيه لهذا المنتج، ومجرد ما تدخل الرسمه للكمبيوتر والمكابس هذه تشتغل على طول، يعني توفر لك وقت، توفر لك جهد، توفر لك اتعاب. بالوقت نفسه تنتج المنتج بشكل مبسط وشكل اسهل، بحيث انك تقدر تغطي سوق البلاد هذه. وعندك برضو المكائن اللحام اللي هي ارجون، اللي تعتبر الان اقوى لحامات بالسيارات الحديثة هذه.